وللحديث عن انتفاضة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. سيد يحيى، السلام عليكم. يعني كما استمعت إلى الأخبار، استشهاد 2 من المتظاهرين وأيضا إصابة أكثر من 170 في ساحة التحرير. هذه العملية جرت يوم أمس على يد قوات الأمن، لكن هنا سيد سنبل، بماذا تفسر استمرار القوات الأمنية في قمع وقتل المتظاهرين؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، الحكومة وما يسمى مجلس النواب وأحزاب السلطة قد وصلت إلى طريق مسدود، وهي غير قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين. ومطالب المتظاهرين قد وصلت إلى النقطة الرئيسية، وهي أن هذه الوجوه التي نشرت مشروع الفساد الكبير ورهنت مقدرات العراق لصالح إيران وما يسمى الثورة الإيرانية، وجعلت من العراق منطلقا لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، جعلت هؤلاء يتشبثون من خلال قمع التظاهرات ومن قتل الأبرياء. فالمتظاهرين كما يعرف العالم كله قد خرجوا بلا أسلحة ويدعون إلى السلم، وهم يحملون الأعلام العراقية فقط، وقد تركوا كل الشعارات الأخرى سواء العشائرية أو الحزبية أو الطائفية، ووحدهم حب العراق كما جاء في التقرير. ولكن هذه الحكومة التي تأتمر بأوامر الولي الفقيه وقاسم سليماني تحاول قمع هذه التظاهرات، لعل هناك من سبيل للتشبث في السلطة والاستمرار بالاستئثار بالمناصب والأموال من أجل تركيع العراق أو من أجل استمرار هذا المشروع الغادر الغاشم. نعم. على حساب دماء وترق. نعم سيد يحيى، إن كنت تسمعني، يعني في آخر حصيلة، 100 شهيد و 5500 جريح خلال هذا الأسبوع فقط، وذلك بحسب ما ذكرت مفوضية حقوق الإنسان. لكن على الرغم من ذلك، فإن زخم التظاهرات يزداد، وأيضا مجموعات جديدة تدخل على خط الانتفاضة. بماذا تفسر ذلك؟ أخي الكريم، أصبح العراقي الآن يشعر بأنه قد فقد بلده وموطنه، وأنه يعيش كالغريب، وأن هذه السلطات الفاسدة والأحزاب الغادرة التي تستقوي عليه بالحرس الثوري والميليشيات التي صنعتها إيران لقمعها، هذا ما جعل هناك أكثر وعيا وإصرارا أمام المتظاهرين لانتشال بلدهم من براثن الفساد ومن براثن القرار السياسي الإيراني الذي أصبح هو السيف المسلط على رقاب العراقيين. فهؤلاء العراقيين لم يخرجوا أبدا من أجل لقمة العيش ولا من أجل الراتب، وإنما خرجوا لانتشال بلدهم ولإعادته إلى مكانه الصحيح بين دول العالم. فهذه 16 عاما عجافا أصبحت واضحة، جعلت من العراق صحراء يبابا دمرت فيه الصناعة والزراعة والتربية والتعليم والصحة وكل مرافق الحياة. وكل ثروات العراق تذهب إلى إيران من أجل أن تمد بها أجندتها الصاروخية والنووية وأذرعها الميليشياوية في المنطقة، وجعلت من هؤلاء الفاسدين الذين يتسلطون على العراق هم الغطاء الرسمي الذي يسرق هذه الأموال ويذهب بها إلى إيران دون أن يقدموا منجزا واحدا لشعب العراق. طيب. سيد يحيى، فنانون، رياضيون كبار سن، وحتى الحالات الخاصة دخلوا على خط التظاهرات. الحالات الخاصة أقصد بها المعوقين. إلى أي مدى ترى أن الحكومة لديها ما تراوغ به، وذلك بعد دخول كل فئات المجتمع على خط الانتفاضة؟ أخي الكريم، العراقيون سواء ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم يشعرون اليوم بالمهانة والمذلة طوال 16 عاما، فهم لا يشعرون بأنهم عراقيين وفي وطنهم،
لأن هذا الميليشياوي الإيراني قد أخذ منهم كل شيء في العراق، فأصبحوا على كما يقال ينظرون إلى أنفسهم وكأنهم قد جاءوا زيارة للعراق وليسوا أهل العراق الأصليين، لذلك أرادوا أن يثبتوا التصاقهم بالعراق. والحكومة ليس لها ما تراوغ، لو كانت لها ما تراوغ لما استخدمت العنف، لذلك هي لجأت إلى عملية القتل والقمع، لأن كل أساليبها الكاذبة قد انكشفت وخداعها قد انكشف، وأولها عندما يأتي ما يسمى برئيس مجلس النواب الفاسد ويجلب أشخاص من حمايته ليتفاوض معهم على أساس أنهم متظاهرين، أو أن يخرج رئيس الوزراء ليقول سأفعل وسأقرر وسأعمل وهو لا يملك قرارا بيده. طيب سيد يحيى، من ضمن مطالب المتظاهرين إسقاط النظام وأيضا تجميد الدستور، حل الميليشيات الإيرانية وأيضا حل البرلمان، تعتقد سيد يحيى أن العراق مهيأ لمثل هذه التغييرات الجذرية في الوقت الراهن؟ العراق لن يكون فيه فوضى وخراب أكثر مما حل به على يد هؤلاء الفاسدين، لذلك لا يمكن أن يحدث به أي شيء. نعم العراق مهيئ الآن لأن يكنس هؤلاء الفاسدين إلى مزبلة التاريخ، ولتأتي نخبة حقيقية لحكم البلاد، سواء بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأن تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها بموجب قرار مجلس الأمن كدولة احتلال قامت بتسليم السلطة لهؤلاء الفاسدين ولأحزابهم الفاسدة. لذلك يجب، هناك طريقين لإنقاذ البلاد لا ثالث لهما، أما أن تستقيل هذه القوى السياسية ممثلة بالرئاسات الثلاث وأن تسلم الحكومة إلى رئيس أعلى محكمة اتحادية في العراق ليمارس عمله كرئيس وزراء وتصريف أعمال لمدة عام أو عامين بتشكيل مجلس وزراء من التكنوقراط المستقلين يهيئون لإعادة بناء العراق ولتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ولسن قانون انتخابات جديد يشارك فيه كل العراقيين بلا استثناء. طيب سيد يحيى، مجموعة الأزمات الدولية ربما لها رأي آخر، في تقرير لها عن تظاهرات العراق قالت إن استقالة أو إقالة عبد المهدي ما هي إلا استراحة للتظاهرات وليس نهايتها. إذا كان المجتمع الدولي قرأ رسالة المتظاهرين وأيضا قام بحفظ مطالبهم، تعتقد أن ساكني المنطقة الخضراء وصلتهم رسالة المتظاهرين؟ وحتما، لو لم تصلهم رسالة المتظاهرين لن يمارسوا كل أعمال الإجرام والقتل بحقهم. نعم. لذلك نحن لا نقول بأن عادل عبد المهدي يقدم استقالة ويأتي فاسد آخر غيره ليحكم، هؤلاء هم نفس الوجوه يجري تدويرها لمدة 16 عاما. يجب هذه الوجوه أن تغادر المشهد السياسي لأنهم ليسوا سياسيين ولم يقوموا يوما في إدارة ناحية ولا بلدية ولا مدرسة حتى يديروا بلدا مثل العراق. لذلك عليهم أن يغادروا لأنهم قد رهنوا البلاد بيد القرار الإيراني الذي استحوذ على العراق بكل ثرواته ودمر كل مشاريع العراق انتقاما من العراق ومن شعب العراق. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبول، شكرا جزيلا لكم.